نتحدث في هذا اليوم عن التقوى كما جاءت في كتاب الله عز وجل، لنعلم عظمة هذا القرآن ولنعلم أهمية هذه التقوى. من أراد الوصول إلى هذه التقوى فعليه بما يلي، وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل، عليه بالتوحيد. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، وهي كلمة التوحيد، فبمقتضاها عملوا الطاعات وتركوا المحرمات. من أراد التقوى فعليه أيضا بالتوحيد، فستيسر له العبادات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تتيسر له أمور العبادات. من أراد التقوى فليجاهد نفسه على عمل الطاعات. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحنهم فصبروا حتى أخلص قلوبهم لهذه التقوى. من أراد التقوى فعليه بزيادة الإيمان والهدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من أراد التقوى فليعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أراد التقوى فليكثر من قراءة القرآن ومن تدبره ومن العمل به. قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، لما؟ لعلهم يتقون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، لما؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.